كيفية نشر المشروع. بعد الانتهاء من عمل المشروع أو المقرر الإلكتروني، يتم الضغط على Their Preview لمعاينة المشروع قبل نشره، وبعد المعاينة والتأكد من المشروع نضغط Close Preview لإغلاق المعاينة، ثم نضغط على Their النشر لنشر المقرر أو المشروع. يتم كتابة اسم المشروع أو اسم المقرر هنا، يتم عمل وصف له هنا، يتم اختيار مكان حفظه، كما يتم اختيار طريقة عرض المشروع إذا كانت سي دي أو ملف وورد أو عن طريق الويب، ثم اختيار عملية Publish ليتم نشر المقرر أو المشروع الإلكتروني. بعد الانتهاء من المشروع يظهر Congratulations، تم الانتهاء بنجاح، يمكن عرض المشروع عن طريق View Project.